منذ شهور قليلة كده. نسمع ونرجع تاني. طبعا انا بعد بشكر ربنا سبحانه وتعالى الاول، بشكر سيادة الوزير اللي في جنبه، لانه فعلا جينا فترات ما كانش عندنا حاجه، فلوس خالص. الدعم اللي دهولنا والدفعه المعنويه المهمه جدا، وكل ما كان عايز يقف في سبيل المجلس يخلص شغله ويعرقل شغله من بعض اعضاء المجلس اللي كانوا موجودين، الحمد لله انه مشوا. عايز اقول انه كان بيقف وحاجه صالبه وخلانا كملنا، ولولا الدعم المعنوي قبل المادي ما كناش عملنا كل هذه المشروعات اللي الحمد لله الحمد لله. انا حريص ان انا اتكلم في بيت ربنا. الثانيه كانت امتى اللي هتعمل؟ خليني اسالك يعني، طب انت هتعقد اجتماعات مجلس اداره ولا مش هتعقد اجتماعات؟ لا انا شخصيا مش هعقد اجتماعات. لا انت شخصيا مش هتحضر ولا مش هتعقد؟ شوف يا كابتن احمد، خليني اتكلم بصراحه. نعم. النفوس مليانه مش مرتضى بس، النفوس مليانه من المجلس كله. يعني لما يتقال ان 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 هاني زاده راجل سبوبه، مش عايزين نكرر نفس الكلام. يعني النهارده بنتكلم على نادي الزمالك، على مستقبل نادي الزمالك، ونادي الزمالك الحقيقه حالته الكرويه لا تسر عدو ولا حبيب، وبالتالي الناس عندها امل ان الامور تعود الى مجراها. لماذا لا يتجاوز المستشار مرتضى منصور عما مضى وخلاص نبدا صفحه جديده؟ وانا زي ما بقول لك انت عملت ده اكتر من مره يعني. طب خلاص خلصت؟ لا ما خلصتش يعني. ما انت مش يعني عشان اجاوبك. نعم اديني اجاوبك بقى. اتفضل. اولا انا لو عندي خلاف معاك او مع غيرك، انت مش قاعد معايا 4 سنين، وانا وانت مصير الزمالك مرتبط بينا. تمام. يعني انا مش هتاخد جلسه قبل يوم 24 ديسمبر؟ ما انت سالتني سؤال وقلت لي ما انت اصطلحت مع فلان وفلان وفلان. ايوه. تمام؟ يعني انا النهارده كنت في اجتماع مع السيد الوزير والسيد. انا عايز اسالك بقى يعني ماذا دار في هذا الاجتماع والكل كان متفائل لكن في النهايه ما طلعتوش باي حاجه؟ لا لا بالعكس بالعكس بالعكس. ايه هو؟ بص يا بيه، دلوقتي انا الاول بس بنشكر السيد الوزير على ما هو تحمله من قله ادب وسفلات وشتيمه. انا شفت حاجات فيها قله يعني، رساله خلاص ده بقى ده بقى. بشكر الاستاذ هشام حطب بتاع رئيس اللجنه الاولمبيه على حسن الاستقبال، وكان معاه الاخ اعتقد اريان بيه اعتقد سكرتير اللجنه، والاخ علاء جبر، علاء اللي هو نائب رئيس. علاء جبر. يمكن هو ده بس اعتراضي او اندهاشي يعني ممكن نختلف، بس ليه الخلاف ما يبقاش في المحل بتاعه؟ يعني بقاش في الحدود بتاعته، يبقى خلاف في الرأي. ليه الخلاف دايما بيصل إلى خصومة، والخصومة تصل إلى فجور في الخصومة وإلى تراشق؟ طبعا احنا مش هيبقى عندنا ده خالص يعني. احنا هنبقى بالحجة وبالرأي وبالاستشهاد بنفس الكلام يعني، هنفضل كده الحقيقة يعني. لأنه زي ما بقول لحضراتكم خبرات الواحد الحمد لله خلته يتجاوز كل الامور دي. فاللي عايز بس اقوله، ليه ما بناخدهاش في اطار خلاف في الراي او خلاف في العمل نفسه، طريقه العمل؟ وكل خلاف وله نهايه، وكل خلاف وله طريقه حل. يعني انا مؤمن انه ما في خلاف ملوش حل، ما فيش خلاف ملوش حل على الاطلاق يعني. وليه الناس اللي كنا بنشكرهم ونمتن ليهم من 3 شهور ومن 4 شهور في الكلام بتاع الانتخابات نفسه، وفي اللقاءات التلفزيونيه وفي اللقاءات المباشره وفي اللقاءات الهاتفيه، ليه بيتحولوا الى اعداء؟ وليه بيتحولوا الى مرتشين؟ وليه بيتحولوا الى ابيضه؟ وليه بيتحولوا ليه يعني؟ كل ده ايه لازمته يعني؟ احنا هنا عمرنا ما هنقول مش عارف مين خد ايه ومين عمل ايه. في تحقيقات نيابه. انا النهارده بعت لي ورق قد كده، مش عارف مين صاحب معرض ايه كان من المقربين لايه، ورفع قضيه وجايب شيكات وشيكات لحامله، و3 مليون جنيه و400 الف لمين و500. عندي كل ده اوراق موجوده، عندي كلها موجوده. ما بقى عندنا ما اقدرش احطها على الهواء ولا اقدر احطها على الشاشه. دي حاجات محلها النيابه، النيابه تحقق فيها. تقول براءه نضرب تعظيم سلام، تقول ادانه نقول خلاص ده قرار النيابه. لا، يبقى انا عندي قرار نيابه بمراجعه الحسابات والامور الماليه وتدقيق الامور الماليه داخل نادي الزمالك. انا شايف ان هذا امر لصالح مجلس اداره نادي الزمالك. كان عندي قرار نيابه تاني النهارده بفحص العضويات لصالح مجلس اداره نادي الزمالك. الخناقه فين؟ انا لحد دلوقتي والله ما عارف الخناقه فين والخناقه ليه. مفيش اصلا مجال للخناقه، ومش احنا مش هنتجرجر للخناقه، انا بالتحديد مش هتجرجر للخناقه، لكنه هستميت في سبيل سماع الراي المحترم. اي راي او رد محترم هيكون مجاله ومكانه هنا، ده طبيعي. في الانتخابات كنا على الحياد، بل انه مجموعه الكابتن احمد سليمان اتهمتنا بعدم الحياد، وان احنا كنا منحازين للسيد مرتضى منصور، ان احنا سهره الانتخابات، وعمل حلقه من اروع الحلقات، وهو عرف يرد.
هو الراجل كان مقنع ساعتها، اتكلم كويس، رد بشكل كويس، تمام، كسب جولة حقه، لكنه اسلوب برضو التهديد والوعيد والاساليب دي خلصت وبطلت. هرجع تاني اقول واستشهد بكلمة السيد الرئيس اللي كان مقنع امبارح وكان رائع امبارح في كلمته امام القمة العربية، لما السيد الرئيس قال لك مفيش حد فوق القانون. هعرضها كل يوم الظاهر بقى، مفيش حد فوق القانون، مفيش حد في البلد دي فوق القانون، كل الناس القانون عليها سواء، فما بالك لما يكون رجال القانون. ان احنا نتجرجر لخناقه، مش هنتجرجر لخناقه، نتجرجر لتطاول، مش هنتجرجر لتطاول، نعرض راي، هنعرض راي، نعرض كلام، نعرض كلام، نقول اللي بيحصل، نقول اللي بيحصل، عمرنا ما هنكون في اتجاه واحد على الاطلاق. واي راي محترم واي رد محترم هيكون مجاله هنا.